السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نيمو الرفاعي. النهاردة إن شاء الله هنعمل الترند اللي مكسر الدنيا، وبلاقي قنوات كتير قوي بتعمله وناس كتير قوي بصراحة بتعمله، فقلت أنا لازم أجربه، اللي هو الإندومي بالشيتوس. تعالوا يلا، وعملت نفس الطريقة بتاعتهم، تعالوا يلا نشوف هتطلع فعلا حلوة ولا لأ. أول حاجة أنا جبت الإندومي اللي هو المحبب ليا، اللي هو طبعا بالسجق وفيه بالخضروات، وجبت كيس شيتوس بالشطة. اول حاجة بخلي المية بتاعة الاندومي تغلي، وبحط شوية مية للشيتوس. وتعالوا نشوف هيطلع فعلا حلو زي ما هما ما بيقولوا ولا ايه. بعد كده انا موطيه خالص على الشيتوس، وعماله كل شويه اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين لغايه اما ينعم خالص. بس وكده الاندومي طبعا انتوا عارفين ما بياخدش حاجه. فضيت التوابل اللي جايه معاه، البهارات والشطه، في قلب الشيتوس الاول. بعد كده هصفي الاندومي، وحطيت عليها شوية شوربة الاندومي. بعد كده اديتها تقليبة على النار، وبعد كده زي ما انتوا شايفين غرفتها اهو. تعالوا بقى نشوف مع بعض فعلا هيطلع حلو ولا ايه النظام. بصراحة طعمه عجبني جدا، وطلع فعلا جميل، وطعمه بصراحة حلو جدا. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه وتقولوا لي في التعليقات، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم.